لو في رمضان هذا بالذات شعرت أن كثير من الناس إحنا تتصل عليهم تجده نايم، وإحنا الناس يصحون بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر يعني يبدأون الإفطار ساعة أو ساعة ونصف ويوم تروح عليه الصلوات، فهل هذا يدخل تحت تارك الصلاة كسلا؟ يعني كل الظهر والعصر، الظهر والعصر ما صلى. نعم جزاك الله خير. الذي نرى أن ترك الصلاة الذي يوجب الكفر هو الترك المطلق، وأما ترك بعض الصلوات فلا يخرج به الإنسان من الإسلام، لكنه لا شك أنه فاسق. ويقال لهذا الرجل كيف تصوم ولا تصلي؟ هذا من الغرائب. اللهم استعان.